بداية المباراة والفرصة والتسديدة يعني منتشي ومزهو عاليا بالفوز على الأرجنتين. يعني ما السعودية أمام اليوم أمام بولندا، يعني يمكن لو المباراة مال السعودية مثلا مع الأرجنتين الثانية أو الثالثة لحدث ما حدث فيها، يمكن لأنه المباراة الأولى المنتخب السعودي اليوم غير السعودية في المباراة الأولى. نعم استاذ حسين، نعم انت كلامك يعني دقيق ومضبوط. انت تكلمت في جزئيه واحده وهي جزئيه الاثاره والحاله النفسيه والتهيؤ للمباراه، هو هذا جانب، لكن اكو جوانب فنيه. يعني قلت لك انا ليش بالكلام ذكرت جوده اللاعبين والخبره، هذه كيف يترجموها بالملعب؟ المدرب عنده متغيرات انيه مستمره اثناء المباراه. الفريق السعودي كان الافضل في الملعب، في الحيازه، في عدد التمريرات، اذا الاربع في عدد مرات الوصول للمرمى، لكن الفريق البولندي عرف كيف ينظم، ما اعطى فرص صحيح. حقيقيه ما بالشوط الثاني الفرص بالشوط الثاني فرص بولندا اكثر اخطر مسجلات بالكلير لا اخطر لا. اخطر مو اخطر اخطر العارضه والهدف الثاني والانفراده. جوده اللاعبين والخبره، يعني يعرفون الطريق الى المرمى، يعرفون متى يوصلون متى يسجلون، عندهم نوعيه الامير يعني تاخذ الحيازه اذا اسمح لي عبد الامير تاخذ الحيازه وانا اخذ اللعبه ما يخ بالضبط. هو انا هذا اقصد لك، اكو فرق بالعالم نعم هكذا تفكر، لا انت احسن مني بالحيازه في استلام والتسليم وقدراتك عاليه، انا اعطيك الكره الحيازه وارجع الخيل اغلق عليك المنطقه، اعمل دفاع منخفض واخليك تصعد، يعني حتى اخلق فراغ خلفك، وبالتالي انا عندي قدره انه اسجل وقدره ان انتقل، عندي تحولات سريعه اعرف، لكن انا اعطيك الحيازه. اولا اثنين بالاضافه الى هذا قلت لك عمليه التعامل مع اجزاء المباراه توقيتات المباراه، يعني الربع الاول الربع الثاني الربع الثالث يجزئون المباراه على اوقات، وكيف يمتص الجانب البدني والسرعه. الفريق السعودي مندفع جدا، يعني بسرعه عاليه اليوم، معدلات الجري الاقتحامات، لكن اكو قدرات بدنيه ثابته، يعني ما تقدر يعني ليفاندوفسكي يعني ثلاث لاعبين لا صعدون يا سعودي ما يقدرون يوقعوا، يعني على القابليه البدنيه هذه فطريه مو مكتسبه، يعني هذا لاعب طوله بال 190 وانت قلوب الدفاع اليمه ما يوصلون 180. اثنين حتى الكرات اللي تلاحظ واحد متعور بيده واحد يعني الاصابات اليوم تلاحظ على الفريق السعودي لان الالتحامات جانب البدني هنا ما تقدر اكثر، فبالتالي يعني الفريق البولندي عرف كيف يعني يوصل المرمى ويسجل، حتى لا تلاحظ طريقه تسجيل الهدف الاول فيها ذكاء عالي وخبره، ويعني لاعبين متمكنين ومتمرسين على هذه الحالات. احنا هذا ما ينقصنا في هكذا بطولات بهكذا مشاركه. الفريق السعودي مثل ما قلت لك يعني لا تلاحظ اليوم سيطرته كامله في المباراه ويحم حتى عمل ضغط، يعني احنا هذا شيء تلاحظ الفريق البولندي يعني مدافع في السلسله الاخير ماله هو يدور كره ليفت رايت، وبالتالي يعني ماكو نتيجه.